اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. رجع لنا الحقيقه، او مش رجع لنا، احنا بقى لنا ساعه بنكلمه كابتن محسن، تليفونه باين عليه كان فاصل ولا ايه كابتن محسن؟ ايوه حبيبي معاك. يعني انا بجد والله انا مش مصدق كابتن محسن قاعد لغايه دلوقتي اساسا، يعني قد ايه بيحبك يعني. ولا انا يعني انتوا كده بتعملوا لي سمعه مش كويسه على فكره. لا بالعكس، ده بالعكس، ده احنا بنقول انت بتنام بدري، ما بنقولش الحقيقه. دلوقتي اللي بينام بدري ده يعني بيبقى يعني مش يعني هو يعني. لا 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 الا كابتن محسن ده، لا الا انت يا كابتن، ده انت يا سلام، ده احنا بنتعلم منك يا كابتن محسن. لا ولا انا بس انا بسهر لما الاقي برنامج زي برنامج كده اسهر معاك. ربنا يخليك يا كابتن، ده شرف لينا. ويعني يعني لسه كنا بنتكلم انا وخالد على الايام اللي عشناها مع بعض في كل حته، سواء في الاسماعيلي، سواء مع منتخب مصر، بعد كده النادي الاهلي الحقيقه، ووجود الكابتن خالد مع حضرتك في ترابيزه الاجتماعات، ويعني حاجه كلها. وانا صراحه والحقيقه بتعلم منكم كل الامور اللي الكل بتتكلموا عنها دي. يعني واضح جدا يا كابتن محسن ان هناك فارق كبير جدا جدا ما بين النادي الاهلي واي حاجه تانية. يعني احنا مش عايزين نتكلم كتير عشان الناس ايه ما يقولوش ان احنا بنمجد في نفسنا، او ان احنا دايما بنتكلم على ان النادي الاهلي هو الافضل، هو اللي كذا. احنا بنترك العمل لنفسه هو اللي يعبر عن قيمه النادي الاهلي والتخطيط السليم اللي ماشي بيه النادي الاهلي والمبادئ اللي ماشي عليها النادي الاهلي. بالتالي دي يعني بتورث من جيل لجيل لجيل، بحيث انه يعني ما فيش حاجة اسمها دول يعني أبناء النادي اللي طالعين من الناشئين فحافظين نظام النادي الأهلي ومباته، حتى اللاعبين اللي بينضموا في مراحل متقدمة للفريق الأول كله بيجي يخش على طول على السيستم. بص تلاقي نفسه كل اللي حواليه ماشي على نظام معين، فبتطبع بطبع الموجودين، وبالتالي الأمور بتسير بشكل منتظم وبشكل طبيعي جدا مع كل الوجوه الجديدة اللي بتنضم.